هؤلاء الأساتذة التحقوا بالقطاع عن طريق التعاقد، كل في ولايته، سد الشغور في مرحلة ما، واليوم منهم من يملك 6 سنوات خبرة، يطالبون بالإدماج ومنحهم منصباً دائماً عوض تنقلهم من مدرسة لأخرى. نحن الأساتذة المتعاقدون جئنا من كل أقطار الوطن، نطالب بحقنا المشروع وهو الإدماج بدون قيد أو شرط. محدة أنا 5 سنين وأنا نخدم، 5 سنين، كاين 6 سنين، كاين 7 سنين، نخدمنا في المؤسسة هذه، خاطر العام الجاي نخمو وين نخدم، نروح مؤسسة أخرى، تلاميذ تاعي وحد أخرين يشوفوني. شحال هي كاين روا الحيف، كل أسقوس عندها راه تخدم، أسقوس ذاكي، أسقوس بعد بالك وتخدم دارا، إذا لمنا وثنتا طفالة، ليكسبيريونس ساعة، لي سيمينيار نتحضريثن، لي فيش نخدميثن. أساتذة متعاقدين وعندهم مدة في العمل وعندهم خبرة، فحتى الوزراء اللي سبقوا على القطاع كانوا يقولوا بأن الميدان أيضا هو من أجل التكوين، إذا هذا عندهم تكوين. أساتذة متعاقدون لبوا النداء ودرسوا التلاميذ في مناطق نائية، تنقلوا للقرى والمداشر، لكن مستحقاتهم بقيت عالقة. نمضي العقد من شهر سبتمبر، نخلصوا سبتمبر 2018، نخلصوا في سبتمبر 2019. وهناك من لم تسوى وضعيتهم إلى حد الآن، نقروا بدون انقطاع وبدون غياب كباقي الأساتذة المرسمين. علما أن الأستاذ المرسم يتقاضى أو أجره القاعدي بحوالي 42 ألف دينار جزائري، إلا أن الأستاذ المتعاقد حوالي 21 ألف دينار جزائري، لا أظن أنه المبلغ الكافي الذي يساعد الأستاذ المهمش. تتجه الحكومة اليوم إلى إدماج عقود ما قبل التشغيل، كل حسب أقدميته، وهذه الفئة من الأساتذة لم تجد محلاً لها من الإعراب، فهل ستدمج هي الأخرى بحكم الأقدمية أم أن توظيفهم يشترط الاختبار؟